مصطفى بقى، يعني انت عندك بطوله ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. المشاركين في البطوله اكيد عرفت ولا لسه؟ بينزل المين درو امتى؟ القصه دي بتبقى كل اللي كانوا مشاركين في بطوله اهرام مشاركين تاني، هم مشاركين الشرباني علي فرج كله، بول كول، كريم عبد الجواد، كله داخل برضو البطوله دي، بطوله كبيره طبعا. البطولات الكبيره هي اللي بتتلعب يعني دلوقتي. انت انا 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 قريت المين درو يعني بسرعه كده، لقيت ان انت طالع في مقابل الشرباجي في الدور الثاني. هي على طول كده كلاش كده. لك لا ده انت بتكسب، تعالى لنا يعني خد الشرباجي على طول. طب بتكسب، مش انت بتكسب، خد الشرباجي. لا بس ان شاء الله انت قادر ان شاء الله. ان شاء الله خد الخبره، خلي بالك خبره يعني. طبعا انا ما قابلتش محمد قبل كده، بس طبعا يعني كله ليه الاحترام والتقدير طبعا. نمره واحد على العالم، وان شاء الله بطل العالم وكل حاجه عمل في السكواش ان شاء الله. ماتش حلو يعني. مصطفى اسالك سؤال، يمكن لعيبه كتير بتقعد متردده في كتير، ناوي تطلع تدرس في امريكا ولا لا؟ لا لا، قولا واحدا. انا بجيب لك اللي جابها من كنترول. احنا كنا بنتكلم في الفاصل وبتقول لي حسب رغبته، هو قال لك رغبته على الهوا اهو. ده حقيقه، وانا خيرته يمكن السنه اللي فاتت، لو هو التايمنج بتاعه كان، التوقيت بتاعه كان السنه اللي فاتت ان هو يختار. طب السبب، ما هو انا عايز الاجابه والسبب. ليه السبب؟ سكواش صراحه يعني، عشان هناك السكواش اضعف. انت هنا هتبقى اضعف يعني، ما تيجي برضو يعني تعمل بيها بالانس كده، تشوف ان دي ولا دي. لا السكواش طلعت فيه برغم جامعات كبيره، هارفارد كلمته، ييل، بريستون، كولومبيا، كل جامعات حضرتك يعني في احسن جامعات في امريكا. وطبعا انجلترا كانت سهل قوي بالنسبه له، لكن امريكا طبعا هي امريكا، فالجامعات كلها احسن 10 جامعات في العالم ممكن في امريكا، كلهم اتصلوا وكلهم عملوا كونتاكت معانا. بس انا خيرت الموضوع يعني، سبت الموضوع لي هو، عشان مش عايز في يوم من الايام. والله انت اب ديمقراطي والله العظيم يعني. بص هو يقول هو يحدد، هو يحدد. انت عايز قالها لك عليها وهو ماشيين وراك. انت عايز هنا، احنا ماشيين وراك. بس دي حاجه كويسه، لان هي تبقى رغبته وهو اللي عايز من اول يوم، وانت حطيت الرغبه دي فيه. هو اللي اختار يعني. لو حضرتك تحضرني دلوقتي، هو كان السيد الوزير اشرف صبحي يعني وزير الشباب والرياضه، وقعد قعده مع مصطفى وقال له مصطفى انت يعني انا عارف ان جالك عروض من بره، بس احنا يعني لو انت نتمنى ودعم طبعا من سياده الرئيس خالد اسامه الجمهوريه الطبقه الاولى، ودي حاجه شرف لينا كلنا ان هو يتكرم في مجال الرياضه، حاجه من الطبقه الاولى دي طبعا، وسامع على صدرنا كل قبل ما يكون سامع على صدره هو يعني طبعا. فقعد معاه قال له انا عارف ان جالك جامعات من بره، وسعى يعني معانا واتصل بالسيد رئيس الاكاديميه العربيه للنقل البحري وعمل لنا جواب ان هو يبقى في منحه بتكليف من السيد الرئيس نفسه، ان يبقى في منحه 100% لمصطفى يعوضه عن السفر للخارج، لان هو فعلا كان بره في الخارج كان هيبقى 100% طبعا، ما بياخدوش حاجه هناك بره. فقالوا لا احنا ان شاء الله هنعمل لك حاجه في مصر، واحنا محتاجينك، انت راجل بطل وعايزين تكمل باسم مصر. طب دي حاجه كويسه جدا، وهو اسرع عارف بيها الحقيقه برنامج الابطال. دي حقيقه يعني، بنشكر السيد الوزير طبعا، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للرياضيين. وفعلا بعد ما اتكرم من السيد الرئيس، هو كان قاعد بعد ما رجع بطوط العالم هيتجنن. انا عايز اتكرم، انا السيد الرئيس لو سمحت، عايز اقابل السيد الرئيس لو سمحت. فربنا سبحانه وتعالى يعني من عليه بهذا الكرم، لا دعم السيد الرئيس منذ البدايه للرياضيين الحقيقه دعم واضح وجلي لكل المشاهدين ومتابعين الرياضه. دي حقيقه، انا كنت عند الدكتور اميمه حتى النهارده في الجامعه بتاعته، وهي ورا الدكتور اسماعيل على طول، ومتفاهمين. عنده سفريه يا جماعه وجو. طبعا دي صوره تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصطفى، وصوره لقائه معاه. والحقيقه طبعا احنا من هنا بنشكر سياده الرئيس على نقطه التحول فندم في حياته. طبعا نقطه التحول في حياته طبعاً. خالص يعني طبعاً. كان هو في سنه ده وسيادة الرئيس بيكرمه طبعا الموضوع طبعاً. بيفرق جدا طبعا. هو اصلا يوميها ما نامش يعني، هو رايح رايح يقابل سيادة الرئيس، هو ما نامش هو قاعد مش عارف بيفكر هقابله هسلم ازاي. طب عادي كده يعني، لكن طبعا ده حدث هيفضل طول عمره طبعا محفور في ذاكرته، طول عمره محفور في ذاكرته وذاكرتنا احنا قبليه. وجاء من وراه بعد كده على طول دعم سيادة الوزير. دي حقيقة طبعا بعديها على طول مباشرة قعد. اوعى يا مصطفى تتغر. لا لا لا، انا بقول لك اهو، اوعى انت تفضل دايما ابدا جواك حاسس ان انت عايز.